السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا، كنرحبوا بكم في القناة ديالكم ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. مرحبا، غادي نشوفوا إن شاء الله هذه الوصفة اللي هي عبارة عن فلون سبيسيال، سبيسيال ديال الفران بطريقة مختلفة تماما إن شاء الله. غادي نشوفوا هنا عندنا واحد نصف لتر ديال الحليب، أي نوع ديال الحليب. عندنا واحد ربعة ديال البيضات، عندنا واحد 200 غرام ديال لي بيبيت دو شوكولا النوع الممتاز، يعني لا كوفيرتور. 120 غرام ديال سنيدة حبيبات. عندنا واحد 15 غرام ديال الفاني. عندنا لاباط صابلي، راه غادي نخليو لكم الرابط ديالها ها هي عندنا في القناة. عندنا واحد المول 20 سنتيمتر و 3 سنتيمتر في الطول ديالو. العجينة ديالنا ها هي، نسرحوها. غادي نخليو لكم الرابط ديال هاد يعني الوصفة ان شاء الله في القناة تحت الفيديو، مجرد انكم تسرحوا هاد لاباط ديالكم. غادي تدخلوها للثلاجة باش ان شاء الله تبرد. انتما كتشوفوها هي لاباط ديالنا، نحاولوا نسرقها مزيان، واللي شاط لينا راه غادي نحتاجوه باش نكوفريو المول ديالنا من الفوق. هاكا نجيبو المول ديالنا نحطوه بهاد الطريقة، وغادي ندخلو هاد الجناب ديالنا بحال هاكا. نقطعو ديالنا مباشرة، وهنا كنخدمو الجناب ديالنا، نخدموه مزيان بحال هكا، يجيو طالعين. شويه ديال الفرص لي ديفون باش تخدمو اليز وبلا ما يشد فيكم العجين. هانتوما شوفو مزيان، هادي غادي ندخلها للثلاجه باش تبرد لي هاد لاباط ديالي. نحتاج جوا نحطوها حتى شويه، غادي نخدموا بها مازال ان شاء الله. غادي نوجدوا الحشوه ديالنا، حشوه باش غادي نعمروا، اللي هي عباره عن فلون ديال الفران. غادي نديروا حليب، نسيطر الحليب، نخو عليه السكر، نخو الفاني ايضا، ونخو البيض، ونخلطوا الجميع، ونديروا فوق العافيه، ونبقاو نحركوا فيه، ما نتفرقوش معاه حتى لدرجة الغليان إن شاء الله. كما كتشوفوا أننا هنا ما درناش الكريمة، ما درنا حتى حاجة، درنا لا بودرة كريم لا مايزينا لا حتى حاجة، مجرد البيض. ملي كنشوفوا خفيف بزاف كنزيدوا بيضة، يعني هاد الوصفة دخلنا عليها خمسة د البيضات. غنبقاو نخلطو ما نتفرقوش معاه باش ما يطيبش لينا البيض ويتحبب. المول ديالنا اللي فيه لاباط درناه في الثلاجه الفوق او كونجيلاتور، نديرو في الثلاجه الفوق بلاصه المجمد الفوق في الثلاجه او كونجيلاتور. غليان درجه غليان، كنطفيو عليها ونزلوها. الا بغيناه يكون الفلون اللي شاد راسو مزيان، كنضيفو ليه شويه ديال الفرص الابيض، او نضيفو بيضه اخرى، او نقدروا نوصلوا البيض حتى لستة البيضات. كنديرو واحد 50 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال الزبده، ملي يطيب نديرو ليه 50 غرام ديال الزبده.
ندوبوه. علاش كنديرو هكا؟ باش كنحصلو على كريمة رطبة بزاف بزاف بزاف، كتجي رطبة وكتجي زوينة في الأكل ديالها. ضروري نخلطوها مزيان حتى كتخلط بزاف. شوفو معايا، كنطلعو هاد الفون ديالنا بحال هكا، كنطلعوه كتر من القياس. يخرج شوية باش نحنيوه، نحنيوه فوق المول بحال هكا، يطلع شوية باش يخرج بحال هكا. هانتوما شتو كلشي طلعناه تحنيناه من جناب بحال هكا. الطبط ديالنا هاهي، غادي نرشو الطبلة ديالنا وغادي ناخدو واحد الشتاء وشوية د الماء ضروري. هاد الخيوطة اللي غادي نديرو خصهم يكونو رقاق، نحصلوا على كوفر على شكل شبكه ان شاء الله. كاين ديك الاله اللي كدير الشبكه، حنا غادي نديروها غير بخطوط اللي حتى الا ما عندوش الانسان هذيك الشبكه يصوبها غير بيديه بحال هكا. غادي نحاولوا نقادو العجينه ديالنا. غادي ناخدو نرشو شوية العجينة ديالنا بحال هكا، غادي نديرو بحال هكا، نجروها عندنا أحسن. إن شاء الله كنديرو الشتاء، كنديرو الماء بحال هكا، الجناب ديال لاباط ديالنا كلها، كنجيبو الشوكولا كنديرو شوية لتحت هكا، كنخويو هاد الفلون ديالنا نخلو الفلون ديالنا نقادو. هذا راه فلون كيجي خفيف في الاكل ديالو بزاف بزاف. كنقادو هكا، نحاولو نقادوها شوية ونرشو الشوكولا عاوتاني من الفوق هكا مزيان. كتجي رائعة مع هاد البيبيت دو شوكولا، كيدوبو فيه كتجي هائلة هائلة هائلة. نحاولوا نكتروهم شوية، كل بلاصة كل بلاصة خصها تجي مغطية به إن شاء الله.
نخليو حتى شي بلاصه تبان لينا خاويه. الخيوط ديالنا كنديرهم بحال هكا، ما نقطعهمش الان، خليهم باش يتكلاو على خاطرهم. نقدروا نديروه بحال هكا الا بغينا كاع المنظر يكون زوين، نقدروا نديروه بحال هذا الشكل في المثال. ثم نلويه شويه هكا، غير نشدوهم. غادي نقطعهم خطره واحده بالرولو في النهايه، هانتوما كتشوفوا التزيين النهائي ديالنا، ها هو ان شاء الله كيخرج رائع. العجينة اللي تشيط لينا كنحافظو عليها إن شاء الله. نقطعو بالجنب بحال هكا مع الرولو ملي كنوركو، كتلصق لينا يعني لاباط ديالنا وكتجي هائله. هانتوما كتشوفوا المنظر ديالها كي كتجي هاد لاباط، غادي ان شاء الله تدخل في الكريمه. هانتوما غادي ندخلوه للثلاجه شويه يبقى تما كيبرد شويه، عاد نخرجوه ندخلوه للفران ان شاء الله. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذا هو الفلون ديالنا. بهذه الطريقه ان شاء الله كنديروا لاباط الصابلي، عندنا الجناب كنزينوه بلاباط الصابلي، كيكون الفلون بالشوكولا لداخل كيجي رائع. نقدروا نخليوه حتى يبرد مزيان ونقطعوه، نقدروا نبردوها شويه كاع، نقدروا ندخلوها الثلاجه تبرد شويه ونقطعوها لي ترونش، كتجي هائله ورائعه. نتمنى منكم تجربوها، فلون رائع كيجي خفيف بزاف 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 وكيجي هائل في المذاق ديالو. وإن شاء الله نتلقى في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.